القانوني والحقوقي أن قانون مصدر الجنائي الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في فتح أكتوبر 2003 والتعديلات التي أدخلت عليه منذ سنة 2011 لم يعد قادرا على مسيرة واستيعاب التحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الجريمة في بلادنا، والتي لا ريب أنها استفادت كثيرا من الصناعات التكنولوجية والمعلومات الحديثة، حيث باتت تتطلب إجابات نوعية ناجحة في البحث والتحري وإقامة الأدلة وقمع الجريمة بشكل أصبح معه تحقيق قانون مصدر الجنائية أمرا رائديا وواجبا قانونيا للأسباب التالية: أولا، تزايد الانتقادات الموجهة إلى نظام العدالة الجنائية نتيجة بطء الإجراءات وعدم فاعليتها وطول آجالها المصدرية. تزايد معدلات الجريمة وظهور أنواع جديدة استفادت من التطورات المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي بعد القانون الحالي قادرة على مسيرتها. ثالثاً، تضخم عدد القضايا المعروضة على المحاكم التي تتزايد باستمرار، الشيء الذي يتطلب إيجاد الآليات القانونية الناجعة لتدميرها. حضرات السيدات والسادة، إن المتأملة والمتصفحة لمشروع قانون مصدر الجنائية الجديد يتلبس غاية ورغبة المجتمع الأكيدة في إيجاد الحلول الناجعة والإجابات الفورية لعديد الإشكالات المرتبطة بالثغرات التي كشفتها الممارسة القضائية اليومية المرتبطة بالأساس بالنص القانوني أحياناً وبالواقع الاجتماعي أحياناً آخر، مع الاحتفاظ بالثوابت الكبرى للمحاكمة الجنائية لذلك. وقد همت مراجعة قانون المصدر الجنائية 336 مادة وزاد الآتي: تغيير وتسمين 200 مادة، إضافة 118 مادة تضمنت مجموعة من المستجدات العامة، نسخ وتعويض 11 مادة، نسخ 7 مواد. وتمحورت هذه المراجعة حول تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية وترشيد الاعتقال الاحتياطي ووضع آليات الوقاية من التعديل وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال إعادة النظر في الصبح الزجري وتفعيله وإيجاد صيغة جديدة للسند التنفيذي الإداري والأمر القضائي في الجنح وإقرار آليات التجنيح القضائي وترشيد التحقيق ومنح المحكمة شرطة التكييف في الجنح ومراجعة المقتضيات المصدر النيابية واعتماد الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في الإجراءات وإعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي ناهيك عن إيجاد صيغ ملائمة لتوفير العناية للضحايا والمتهمين في جميع مراحل الدعوة العمومية. كل إيجاد صيغ ملائمة لتوفير العناية للضحايا والمتهمين في جميع مراحل الدعوة العمومية وتعزيز تدابير رامية إلى حماية الأحداث ومنح اختصاصات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات ويمكن رصد عناوين الكبرى والبارزة لأهم التعديلات التي طالت قانون مصدر الجنائية في مشروعها الجديد في ملك الأعلام. حضرات السيدات والسادة، إن اختيار موضوع قراءة في مشروع قانون مصدر الجنائية الجديد مادة لهذه الندوة العلمية المباركة في هذا التوقيت بالذات لم يأتي من فراغ، وإنما لكون آليات المحاكمة الجنائية فرضت نفسها على الساحة القانونية في سياق مواكبة الحراك الحقوقي والقانوني والسوسيولوجي الذي تشهده البلاد انسجاما مع الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك السادس نصره الله وأدام عزاه ليوم 20 أغسطس 2009 ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وغيرها من المرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة بالشأن الحقوقي. ومن منطلق هذه الاعتبارات ولما كان الأمر كذلك، وكان لزاما أن تكون للقضاء كلمته في هذا الحراك العمومي الوطني وباعتبار آلية من آليات الدستور الأساسية لتثبيت القواعد المقررة سلفا وفاعلا ومواكبا لكل ما جد واستجد في المجتمع، فقد ارتأت اللجنة المنظمة وفي إطار مقاربة شمولية للإشكالات اليومية
تناول هذه العناوين الأساسية كما هو مبين في البرنامج العلمي للدول. ونحن على يقين أن السادة المشاركين سيغنون بمداخلاتهم العلمية وتجربتهم العملية محاور هذه الندوة في أفق صياغة توصيات كفيلة لتقديم إجابات شاملة عن كل الإشكاليات القادمة. شاكرا الجميع تجشم على الحضور لإنجاح هذه الندوة في هذا اليوم المبارك، داعينا الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد تحت قيادة رائد المملكة الشريفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.